في بيت أبو الفنون المسرح. والحقيقة في مقولة مهمة جدا وأنا متمسك بيها من أيام ما شرفت أن انتميت لأكاديمية الفنون وبقيت أدرس فيها كطالب، وهي مسألة أنه حينما يكون الشعب بخير لما يكون مسرحه بخير. فلما المسارح يعني يصل إليها فيروس الرأسمالية الجشعة أو فيروس الإهمال أو فيروس أي شيء آخر وتصاب الشعوب في مقتل، حينما يتم يتأثر المسرح في أي بلد بشكل أو بآخر. والحقيقة الواحد عاش وشفنا وتجولنا في عديد من بلادنا العربية، كانوا دايما يقول لك المسرح في مصر. يعني إذا صلح المسرح في مصر بيصلح في بقية الدول العربية. والريادة كانت هنا مع احترامنا وتقديرنا لكل التيارات المسرحية والفنانين المسرحيين الكبار، يعني من سعد الله والنوس وعددوا زي ما أنتوا عاوزين، كلهم لهم دور يحترم ويقدر. لكن هنا في مصر دائما في مسألة المسرح تحديدا وفي مسألة السينما كلنا بنتكلم على هذه النقطة. فلما حدث ما حدث في مسألة التراجع المسرحي في مصر واللي احنا شفناه كان جزء من التراجع السياسي والتراجع الاقتصادي وتراجع الدور بشكل كامل، والدليل ان الشعب المصري عمل ثورتين 25 و30. احنا الوقت بقى لنا اسبوع بنعيش اجواء المسرح، المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة، احنا بنتكلم من سنة 2006، لكن الحقيقة الشعب المصري في مهرجان قومي للمسرح من سنين طويلة جدا، من زكي طليمات لغاية ما نوصل لغاية الآن. احنا بنتكلم السبب ان انا باخد هذا العنوان وهو المهرجان القومي للمسرح في دورته السابعة عشان ادخل الى العيوب المشكلات التي تصيب المسرح في مقتل، والتي يمكن أن من خلالها أن ننهض مرة أخرى بأبو الفنون في مصر عشان يكون هناك تأثير كامل في العالم العربي في المسرح في مصر.